بكم إلى موجز أحداث الظهيرة على قناة الحدث الإفريقي. اختارت السفارة الجابونية بالرباط للسنة الثانية على التوالي مدينة العيون للاحتفال بذكرى 62 لاستقلال هذا البلد الإفريقي الصديق، الذي افتتح في يناير 2020 قنصلية عامة في عاصمة الصحراء المغربية. حقق الفريق المغربي للكاراتيه حصيلة إيجابية من الميداليات خلال المنافسات التي جرت يوم الأربعاء ضمن النسخة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامية التي تحتضنها تركيا إلى غاية 18 من غشت الجاري. إفريقيا، سقط قتيلان على الأقل في غينيا بالرصاص في احتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ عام بحسب ما أفادت مصادر محلية. وداعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور إلى هذا اليوم الاحتجاجي، واتهمت حراس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء مرور موكبه في ضاحية العاصمة كوناكري، ما أسفر عن مقتل شابين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً. وجهت مصر التعازي لذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت في الجزائر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأكدت وزارة الخارجية المصرية وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر في هذا المصاب الأليم، معربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان أمس الخميس إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة أزمة المساعدات الإنسانية في البلاد وإنهاء الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. دوليا، رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في لفيف في غرب أوكرانيا: إن أناسا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام، يجب أن يغادروا أولا أراضينا وبعدها سمرة، مؤكدا أنه لا يثق بروسيا. وفي سياق متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس من أن إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة انتحار، في وقت تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع. وقال غوتيريش خلال زيارة إلى لفيف في غرب أوكرانيا: علينا أن نقول الأمر كما هو، أي ضرر محتمل لزابوريجيا سيكون بمثابة انتحار، داعيا مرة جديدة إلى جعل المحطة التي يحتلها الجيش الروسي منطقة منزوعة السلاح. وقد هددت روسيا بأنها ستغلق محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا إذا استمرت كييف بقصفها، الاتهام الذي تنفيه الأخيرة نفيا قاطعا. واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بالتحضير لعمل استفزازي خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.